السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفسيرنا اليوم عن رؤية الولادة في المنام. أولا، تفسير حلم الولادة للعزباء. تفسر حلم الولادة في المنام للعزباء فإن هذا يدل على أحداث سعيدة. وتفسير رؤية الولادة للبنت العزباء وإنها ولدت أنثى في المنام فإن هذا يدل على فرحة قريبة لها. وتفسير حلم الولادة بولد للعزباء بدون ألم فأن هذا يدل على متاعب ومشاكل، لكن هذه الرؤية إشارة لزوال المشاكل. وتفسير رؤية الولادة في الحلم للعزباء وكان المولود ذكر دليل على تعرضها إلى أزمة عاطفية شديدة. وتفسير حلم الولادة والرضاعة للعزباء وكان الطفل جميلا وساحرا دليل على قرب زواجها من رجل خلوق شديد الارتباط بالدين والتدين. ورؤية ولادة طفل مريض في منام الفتاة العزباء دليل على انها سوف تتزوج من رجل بغيض غير خلوق وبعيد عن الدين وغير متدين. تفسير حلم الولادة للمتزوجة. إذا رأت المرأة المتزوجة في منامها إنها ولدت أنثى فهذا يدل على أخبار سارة وأحداث سعيدة. أما إن رأت المتزوجة إنها وضعت ذكر فإن هذا يدل على الهموم والمشاكل وظروف مادية سيئة. تفسير الولادة في المنام وولادة الذكر للمرأة المتزوجة هو خلافات زوجية كبيرة ربما تصل للطلاق. ورؤية الولادة الصعبة بصعوبة في المنام للمرأة المتزوجة دليل على معاناة المرأة من مشاكل وخلافات كبيرة بينها وبين زوجها في الواقع. تفسير الولادة في الحلم الصعبة للمرأة المتزوجة التي لديها أطفال بالفعل في المنام دلالة على وقوع المشاكل بينها وبين أولادها. وبكده تكون حلقتنا النهاردة خلصت. لو عجبتك ما تنساش تعمل لايك واشتراك للقناة عشان يوصلك كل جديد معانا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.